آدم، كيف أسلمت؟ أنا قصتي أنا مصري من اسكندرية، بس الفترة اللي أنا أسلمت فيها كنت في القاهرة. إيه؟ كان في رمضان. إيه؟ فمرة راكب مواصلات، ففي خطبة شغالة في المواصلة اللي أنا في السيارة نفسها. خطبة كانت للشيخ كشك، مشغلها السائق عن أبي يزيد. خطبة أبي يزيد جاله رؤية في منامه، قال له النهاردة عيد النصارى، أي فروح لهم يا أبو يزيد بيتهم اللي هو الكنيسة. أي فراح أبو يزيد، فعرف إن السيس اللي موجود عرف ان في شخص محمدي في الكنيسه، فما رضاش يكمل. قال له يا ابو يزيد عشان تطلع من هنا هسالك 12 سؤال حلو، ولو ما جاوبتش عليهم هتطلع، لو بيقولوا عندنا في مصر على نقاله يعني. فبدا السيس يتلو لابو يزيد ال 12 سؤال. وهم ما الواحد الذي لا ثاني له واثنين لا ثالث لهم لحد 12. ايه فبدا يجاوب. ابو يزيد يجاوب وخلص ال 12 سؤال طبعا، وانا بسمع يعني مش مصدق ان انا بسمع حاجه زي كده، او حاجه تتزع حاجه بتتقال كده في ميكروباص وبتاع، ومين ده اللي بيقول كده وازاي وانت نصراني ذلك الحين. يعني يا ارض تشقى وبلعيني، ده يعرفوا ان انا نصراني و حيعملوا فيا ايه؟ فجاوب ال 12 سؤال ابو يزيد، فابو يزيد قال له انا كمان عايز اسالك سؤال. جميل. فابو يزيد قال له ما هو مفتاح الجنه؟ طبعا بصوت الشيخ كشك يعني حسيت ان بدني كله بيتهز، يعني اللي هو الصوت بتاع الشيخ كشك كلنا عارفينه يعني. الله صحيح. فسكت القسيس وقال له الناس كلها اللي موجوده في الكنيسه بتقول له جاوب، يعني هو جاوب عليك 12 سؤال، ده هو سؤال اللي بيساله لك. قال له قال لهم اخشى ان اجاوب هذا السؤال خوفا منكم. قالوا له لا جاوب واحنا معك. فقال له مفتاح الجنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله. فمن هنا بدأت إن أنا أفكر يعني إزاي كده، والإسلام والأسئلة و 12 سؤال وهو يقول له سؤال واحد، وإسلام كنيسة والكنيسة بقت جامع. فأنا كنت ساعتها شغال في القاهرة مع زمايلي في شقة عزاب وكده، فقلت له تعالى بقى زميلي تعالى قول لي إيه الخطبة ديت. زميلك مسلم؟ ومين الشيخ ده؟ انا ما اعرفش حاجه، انا يعني انا عايش مسيحي يعني مش متطلع بقى في الاسلام او في اي حاجه من ناحيتي ان انا اعرف اي حاجه يعني. فبيقول لي انت سمعت؟ قلت له سمعت كده 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 كده. قال لي ده الشيخ كشك ودي خطبه مع ابو يزيد لل 12 سؤال مش عارف. قلت له ماشي. بدات ان انا طبعا يعني انا ما قلتلوش اي حاجه، سألته وخلاص سكت. بدأت إن أنا أخش على النت، سمعتها تاني، سمعت الخطبة مرة أخرى تاني النت. إيه بدأت إن أنا برضو أخش أشوف إيه تاني، طب في إيه تاني يعني. سمعتها خلاص ماشي، حسيت بحاجة غريبة ماشي، وبعدين طب أنا عايز إيه؟ أسمع حاجة تاني، لحد ما وأنا ببحث كده لقيت الشيخ أحمد ديداد. جميل. في النت؟ حلو. برضو على اليوتيوب يعني. سمعت له مناظرات وبدأت بقى ان انا اتعمق شوية. بدأت ان انا اسمع الشيخ محمد ديداد، وسمعت الشيخ يوسف استس. جميل. وبصراحة عجبني يعني اللقاءات اللي هو بيعملها. حلو. يتكلم عن دعوة النصارى.
ومقارنات ومناظرات وناس بتأسلم على إيديه في اللقاء، يعني هو عامل لقاء ومناظرة وجايب كلام من الإنجيل وكلام من القرآن أحسنت. ومناظرات وقدام الناس وناس بتشهر وأنت إسلامها وهو آدم موجود، تسمع لوحدك وتفكر، محدش يعني محدش له ما له تأثير عليك إيه؟ لا. لحد ما جيت كلمته تاني قلت له أنا عايز أسلم. كلمت صاحبك؟ قال لي أنت صاحبي وأخويا وقاعد معايا وبقالنا كتير مع بعض، بس أنا ما ماليش دخل، ماليش صالح يعني. اه انا ولا اقدر اقول لك اعمل كده ولا اقدر اقول لك ما تعملش مثلا كده، بس اللي انا اقول لك عليه ان انا شايف ان الاسلام هو صح، بس انت اخويا سواء مسلم او مسيحي فكر وانا عينيا الاتنين ليك. فاخدت منه الكلام طبعا بعد مناقشة طويلة انا وهو، وسكت شوية. جيت له تاني مرة أنا عايز زي ما بقول لك عايز أسلم وساعدني ولو أنت مش هتساعدني في غيرك يعني، لا أنا هساعدك إيه ده طيب ومش عارف إيه وكده فبدأ قال لي طيب أول حاجة هعملها لك إن أنت لازم تغتسل وتتشاهد وتصلي وكده وتعرف أركان الإسلام الخمسة حاجات كتير، يعني الموضوع مش هتقول التشهد أنت بقيت مسلم، موضوع أكبر مني ومنك وحاجة تانية خالص يعني. وصعبها عليك شوية. قلت له أنا مستعد لأي حاجة. جميل. فبدأنا اتوضيت، اغتسلت الأول، قال لي هتغتسل كده 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 في الشقة. أنا وهو قاعدين اغتسلت وصليت. فبعد ما صلينا طبعا هو انهار من العياط. هو أنت هي أول صلاة في حياتك. بماذا أحسست؟ طبعا كنت ساجد يعني انت واقف بين يدي الله، احساس طبعا يعني مش هعرف اوصفه غير اللي ممكن حس ان انا زي اللي انا حاسه، ولا واحد زي يعني مسلم مسيحي بقى مسلم هو اللي هيقدر، احساس من جواك كده تحس ان انت كنت متكتف وبقيت حر نفسك، او جواك حاجات كتير كده، حاجات متناقضه، انت صح طب انت غلط، طب شوية الشيطان يجي لك. وانت كنت تصلي وهو قاعد جنبك يعيط. هو بيبكي جنبي يعني، انا كمان يعني هو بيبكي ليه طيب يعني، انا زعلان ان انا بقيت كده ولا فرحان ولا ايه. في الاخر بخلصنا صلاة، انا طبعا احساسي طبعا يعني جسمي بيترعش كله. قال لي انت دلوقتي بقيت مسلم وهتعمل ايه واهلك واهلك وكده. قلت له انا عايش هنا في مصر في القاهرة يعني. فقال لي طب وبعدين يعني اللي هتعمله كده؟ قلت له ما اعرفش، خليه على الله بقى، المهم دلوقتي انا بقيت مسلم زيك. فبدأنا كم عمرك ذلك الحين؟ من الكلام ده من شهر 10 اللي فات. اوه يعني يمكن عمرك كم 24 سنة كذا؟ انا 23، انا دلوقتي 23 سنة يعني السنة اللي فاتت. شهر 10 في رمضان اللي فات. حلو. فقال لي احنا في رمضان بقى يا صوم يا معلم صوم. قلت له شو؟ قال لي طب خلاص نسحر سوا ونصوم خلاص. بالله يا شباب اذا عندكم رقم صاحبه اتصلوا بنسمع صوته، انت اعطيت الشباب رقمه؟ لا. عندك نمرته؟ معايا نمرته ده. خلاص في الفاصل اعطني اياها، خلينا نتصل بنسمع صوته. ان شاء الله. كملها بعدين. اهلك الان ايش وضعك معاهم لما اسلمت؟ انا والله جيت هنا السعوديه من 3 شهور. جيت وانا قلت لهم انا اسلم لناس صحابي يعني هنا. اهلك ما اخبرتهم؟ لا لا، انا قعدت يعني 4 شهور في مصر ما حدش يعرف عني اي حاجه غير ناس قليله جدا اللي هم بيساعدوا ان انا طيب امشي في موضوع. انا ودي اعرف بس قصتك مع اهلك ايش عملوا، لكن خلها بعد الفاصل. وفرصه ايضا نتصل بصاحبك، صاحبك ايش اسمه؟ احمد. احمد، نتصل باحمد ان شاء الله. ايوه الاحبه، هذا فاصل قصير و نعود إليكم نسمع مكالمتنا مع أحمد، على الله عاد يرد على الجوال يعني، ونسمع قصة آدم إن شاء الله بعد الفاصل. ورحمة الله وبركاته، معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا أخي أحمد، كيف حالك؟ مرحبا بك. الله يجزيك خير وأكرمتنا والله باتصالك. إحنا كنا نتحدث مع آدم قبل قليل
حول قصة إسلامه وذكرك بالخير فأحببنا أن ندعو لك. لكن أحمد إيش شعورك أنت لما بديت علمته الوضوء وكذا ونطقته الشهادتين وصلى؟ أعطني بالله يعني إيش شعورك الذي كنت تشعر به ذلك الحين؟ هو يعني شعور ما توصفش, يعني شعور بعظمة الإسلام وشعور عظيم, يعني شعور ما يعني ما فيش كلام يقدر يوصفه, يعني نور ربنا سبحانه وتعالى ما يوصفوش كلام يعني. طيب هل لما كنتم صاحبة سنوات هل كنت في نفسك يوم من الأيام تقول آدم بيدخل الإسلام؟ لا ما أقدرش أتوقع حاجة زي كده, هو يعني لا ما كنتش حاسس حاجة زي كده, كنت أتمنى له حاجة زي كده يعني, بس هو ربنا الهادي يعني, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, فهداية ربنا سبحانه وتعالى مش بمعاد أو لها إنذار سابق, هو ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الرجل يبقى مسلم, كان مسلم الحمد لله وبإذن الله يعني. طيب أنت لما جاء وقال لك أنا عاوز أسلم كنت خاف عليه من إيش لو أسلم؟ كنت خاف عليه من نفسه يعني, أول حاجة خاف عليها من نفسه إن هو يعني أول ما هو قال لي كده قلت له أول حاجة اقرأ, يعني أول حاجة أول سورة في القرآن أول اقرأ. أحسن. فالإنسان بدون قراية مش ولا حاجة, فأول حاجة لازم كان إن أنا أوجهه غير إن هو يقرأ الدين, يقرأ عن الإسلام, عشان يعني الدين يعني محتاج قلب وعقل, فلازم حاجتين يكونوا موجودين. أحسن. فما ينفعش تبقى انت حاسس وعقلك او عقلك وقلبك مش موجود, لازم يكون الاثنين موجودين, فلازم يكون في قرايه لانك انت بشر يعني, الانسان بدون قرايه ولا حاجه, فانا صحته ان هو يقرا يعني اول حاجه ان هو يقرأ. احسنت, بيض الله وجهك. وعموما احسن هديه يقدمها انسان لاخر هو بلا شك هدايته الى الاسلام. اسال الله ان يجزيك خير الجزاء احمد, وباذن الله ان تكون باذن الله انت وهو من الدعاة الى الله عز وجل. الله يحفظك واشكر لك مشاركتك معنا. أنا أبشرك آدم وأبشر كل من يعني يدخل في الإسلام, يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين, رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. يعني أنت آدم الآن لما تصلي صلاة الظهر ربي يحسبها لك بصلاتين, تصلي العصر يحسبها لك بصلاتين, لما تحج حجة واحدة يحسبها الله تعالى لك بثنتين, بخلافنا نحن لأن عليه الصلاة والسلام لأنك أنت آمنت بنبيك بعيسى عليه السلام, رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم علم أن عيسى عليه السلام أمر بالإيمان بالنبي الذي يأتي من بعده, كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده ولا شريك له, وكل نبي لمرحلة معينة إذا انتهت يقول يا جماعة ترى بيأتي نبي من بعدي اتبعوه. فالآن أنت لما تسلم لم تكفر بعيسى, أنت في الحقيقة تؤمن بعيسى وتؤمن بمحمد وتؤمن بموسى وتؤمن بجميع الأنبياء, ولا نفرق في الإيمان بينهم, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. أيوة أحب هذا. آدم عطني باختصار كذا موقف يعني المجتمع أو أهلك أو كذا لما أسلمت. والله وأنا أشهرت إسلامي من حوالي 15 يوم. من 15 يوم فقط؟ أنا رحت عملت عمرتين الحمد لله. الحمد لله. وخدت صورة ونزلتها في وفي الليلة أن أنا قلت لازم أخبرهم يعني بأي طريقة, ففضلت أفكر طول الليل أن أنا أنزل الصورة, ونمت وصحيت عشان أروح الدوام بتاعي, لقيت نفسي بفتح الكمبيوتر وبشير الصورة وخدت بعض ونزلت. وأهلك اتصلوا بك قالوا لك شيء؟ طبعا أمي ما عرفتش أنها تشوف الصورة, في أهلي قالوا لها يعني, ولحد دلوقتي انا ما طيب ما وصلتش لامي يعني. عموما باذن الله تعالى هم اذا راوا ان الاسلام يعني زادك في احسانك اليهم وخلقك الطيب معهم وانك انا ما كفرتش بالمسيحيه, يا جماعه انا اؤمن بالمسيحيه والاسلام, انا اؤمن بعيسى واؤمن بمحمد, يعني انت لا يعني ذلك انك كفرت بما بنبي الله تعالى عيسى. وكذلك اذا زدتهم إحسانا أنا أتصور أنه بإذن الله تعالى أنه سيكون بإذن الله أنه ثبات لك وهداية لهم إن شاء الله. أسأل الله يفتح على قلوبهم على يدك. أنا نفسي بس أوجه رسالة لأهلي في مصر وأمي بالتحديد وأختي, لهم أنا بحبكم جدا, ولو عايزين عمري كله خدوه بس يعني ما تبقوش بعيد عني, وانا ابنكم برضو, ومهما حصل انتوا كلكم حبايبي, وبالاخص امي جزمتك فوق راسي امي. جزاك الله خير, وصلى الله
نسأل الله أن يقر عينك بإسلامهم يا رب العالمين.